رح نبلش اولى محطاتنا ليلى ورح نحكي فيها عن مشكله الكذب. قبل ما نبلش ونعطي تفاصيل ونسال قديش بتعاني من هي المشكله وهل عانيتي فيها مع اولادك مثلا؟ بنعرف الاولاد دائما بيعتمدوا على مبدا الكذبه البيضاء، انه انا بقول شغله بس ما قصدي سيئة، هي كذبه بيضاء مشان احصل على شيء. سلمى، كل ام بتعاني من هي القصه، يمكن في سبب معين، يمكن احيانا بيكون خوف من الام انه هي بدها توصل لمرحله انه تخلي الصراحه بينها وبينه، يمكن لما بتكون بتعاقبه بطريقه انه هو بيصير يخاف يحكي لها او يصارحها. اكيد لهيك يعني ليلى عطتنا مفتاح كثير مهم اليوم، طريقه تعامل الاهل مع الاطفال هي اللي بتخليهم يتولد عندهم الكذب او لا. اليوم رح نعرف اكثر هي المشكله السلوكيه، شو سببها، كيف بتنشا، وكيف يمكن يتعامل مع الاهل بطريقه ما تؤدي لمشاكل سلوكيه واضطرابات فيما بعد. كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو دكتورة مديحة حماد، وهي اختصاصية تربية وعلم نفس. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وصباح مشاهدي الاخباري السوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. طبعا مثل ما كنا عم نحكي يعني الكذب من يمكن من اكره الصفات عند الاهل، ويمكن هو بادرة لصفات سيئة تانية. يعني هون الاهل هون بيضيعوا انه كيف ممكن يتعاملوا مع الطفل، لكن بداية خلينا نعرف شو هو الكذب. الكذب هو التكلم بأشياء غير حقيقية من أجل الحصول على شيء ما أو التخلص من أمر ما. طبعا هو صفة مكتسبة يكتسب الطفل من الأشخاص المحيطين به، بيرتبط ارتباط وثيق بالوالدين وطريقة تربيتهما للطفل. كثير عنا من الأهالي ممكن يفكروا أنه الكذب هو أمر عادي، لكن علماء النفس يحذرون من ضرره البالغ، وخاصة عندما يتكرر السلوك. فيجب الانتباه جيدا قبل أن يصبح مصدر قلق وخوف بالنسبة للوالدين، ويتحول فيما بعد عند الطفل إلى كذب مرضي. إذا هو من المشكلات السلوكية. هناك ثلاثية معروفة عند الكذب عند الطفل، اللي هو فعل السلوك الخاطئ، ومن ثم تليه الخوف، ومن ثم يأتي الكذب بالمرحلة الأخيرة. طيب دكتورة، يعني كثير عالم بتقول في أنواع للكذب، مظبوط هذا الحكي؟ ممكن الكذب يكون له أنواع ولا لا؟ الكذب هو كذب بغض النظر شو ما كان مبرراته أو أسبابه. طبعا هناك أنواع عديدة للكذب. عندنا أول الكذب هو الكذب الخيالي، اللي دائما بيكون هذا الكذب بأول 5 سنوات عند الطفل. هون لا يستطيع الطفل أن يفرق بين الواقع والخيال. فممكن نحن كثير مثلا أنا أروي على قصة على طفلي، قصة واقعية أو كانت خيالية، لكن بعد فترة وجيزة هذا الطفل بيروي القصة بأسلوب آخر، ممكن يضيف عليها شيء، ممكن يحذف منها شيء. النمو العقلي الكامل عند الطفل هنا غير مكتمل لسه. فلهيك منحس الطفل بالذكاء أو بالكذب الخيالي، لسه النمو العقلي غير كافي عنده، لا يستطيع أن يميز بين الحقيقة وبين الخيال. عندنا أيضا الكذب الالتباسي، وهو قريب جدا من الكذب الخيالي. هنا أيضا الطفل لا يميز بين الواقع والخيال. طبعا بالنوعين الأولين دائما بيحصلوا عند الطفل بال5 سنوات الأولى. طبعا هون الطفل يكذب دون إرادته أو دون قصد. ممكن نحن نروي قصة على طفل، لكن الذاكرة لا تكون قادرة أو على تحليل كافة المعاني لهذه القصة، فهون الطفل ممكن يجي إلى القلب، إلى التحريف، إلى المبالغة. عندنا الكذب الاجتماعي، اللي هو طبعا بسنوات الطفل المدرسي. هنا عندما يدخل الطفل المدرسة بيحب الطفل هون يتفاخر امام زملائه باشياء هي تنقصه، بيحب انه هو في اشياء هي غير موجوده لديه، فبيحب انه هو يتفاخر فيها امام زملائه. عندنا ايضا كذب التعويض او الكذب التعويضي. ممكن يكون في عند الطفل شعور بالنقص بأمر ما، بحاجة ما، فبيلجأ إلى الكذب التعويضي ليخف من حدة شعور النقص الذي لديه. لدينا أيضا الكذب الانتقامي، اللي هو من أشد وأخطر أنواع الكذب. ممكن هون الطفل ممكن يلقي اللوم على شخص
ممكن يتهم شخص آخر إما غيرة منه أو كره منه. طبعاً هون أشد وأخطر على نفسية الطفل. لدينا أيضاً الكذب المرضي اللي هو بيجي آخر مراحل الكذب. هون الطفل يكون الكذب متأصل في طبيعة الطفل، لا نستطيع أن نميز إذا كان هذا الطفل يحكي الصدق أم يحكي الكذب للأسف. لدينا أيضاً الكذب الإدعائي، دائما بنشاهد عند الاطفال انه بيوقع اللوم على اشخاص بافعال هن ارتكبوها فقط لعمليه التبرير. عندنا ايضا ممكن يكون عندنا الكذب الدفاعي، انه هو بيرتكب امر خاطئ فليتجنب العقاب ممكن ان يلجا الى الكذب. فانواع الكذب عديده ومتنوعه، ومن هذه ايضا المحاكاه اللي هو تقليد لسلوك الوالدين. الطفل دائما بيقلد سلوك الوالدين سواء كان سلبي او ايجابي. الدكتوره ذكرتي كثير من الانواع للكذب، لكن خلينا نحكي شو هي اخطر او شو النوع اللي ممكن صعب معالجته في مراحل حتى اذا تاخر هذا الطفل بهذا الموضوع. هلا كل مرحله عمريه كما ذكرنا مثلا بالكذب الخيالي والكذب الالتباسي، يعني كل نوع له مرحله هذول دون اراده الطفل، وحتى الطفل قد يكذب بدون قصد لانه هون الخيال هو بيلعب دور عند الطفل. فالام كثير عندها لازم يكون في عندها وعي وادراك للمرحله النمائيه اللي عم بمر فيها الطفل. اذا استمر فيها اذا استمر فيما بعد طبعا من الضروري استشاره مختص نفسي بهذا الموضوع. هلا عندنا الكذب الانتقامي والكذب المرضي، هما جدا خطيرين خاصه عندما يلقي الطفل اللوم على احداث او على اشخاص بيرتكبها، قد يكون الشخص هو قد ارتكبها بنفسه. فالكذب المرضي هو من الصعب عندما يوصل الطفل او الشخص لكذب اسمه الكذب المرضي. هنا اصبح لدينا لا نستطيع ان نميز بين الطفل اذا كان يحكي الصدق او كان يحكي الكذب. فهون ليس من الصعب علاجه، لكن يحتاج الى جلسات، يحتاج الى علاج نفسي، يحتاج الى تعديل سلوك، يحتاج الى تعديل افكار، قد تاخذ سنوات عمليه العلاج. طيب دكتوره حضرتك حكيتي انه بعض انواع الكذب بيكون السبب منها طبعا او اغلبها هي طريقه التربيه، خلينا نحكي شوي عن بعض المشاكل او حتى السلوكيات اللي الاهل بيعملوها بتؤدي للكذب عند الاطفال من دون ما يحسوا. تماما. هلا بتتعدد الاسباب بتعدد غرض الطفل للكذب. هلا كثير عندنا من اساليب المعامله الوالديه الخاطئه بتعامل الاهل مع الطفل. ممكن الاهل كثير بيستخدموا مع الاطفال اسلوب القسوه، اسلوب القسوه بالتعامل. فهذه الاسلوب القسوه او العقاب فبتلجا لكي يتجنب الطفل العقاب ممكن يلجا الى الكذب لتجنب العقاب. اهمال الاهل للطفل، اهمال حاجاته، عدم اعطاء الحب، الرعايه، الاهتمام، هون ممكن الطفل يلجا الى الكذب لجذب انتباه الاخرين، ممكن يكذب لاستدرار عطف الاخرين لانه هو اشياء فعلا بحاجه لها وغير الاهل غير قادرين على توفيرها للطفل او اعطينه اهمال لهذا الطفل. عندنا ايضا تقليد سلوك الابوين، الاهل ممكن هن بذاتهم عم يستخدموا اسلوب الكذب في المنزل، او ام مثلا كثير انا بسمع من الامهات انها بتعد طفلها بالذهاب الى نزهه، بدل ما تاخذه على نزهه بتاخذه على الدكتور، فهون الطفل اصبح بيكره بقى تماما، فهون اصبح يقلد سلوك الوالده، انه هي مثلا بيحكي للماما انه هو بده يروح لمكان، بس هو بالفعل بيروح لمكان اخر، هو صار في عندنا تقليد لسلوك الاطفال. عندنا ارهاق الطفل بالواجبات باعمال تفوق قدراته، هون ايضا عندنا ممكن يجي الى الكذب لتجنب العقاب، بس سواء كان في المدرسه او في المنزل. التخيل النفسي، هلا كثير نحن مثلا احيانا الاهل بيرددوا على مسامع الطفل انه انت طفل كاذب. هذا الشيء كثير غلط، لانه الطفل سيصدق فعلا انه كاذب وسيزداد عنده هذا الشيء. فهناك اسباب عديده كما ذكرنا، عدم قدره الطفل على التمييز بين الواقع وبين الخيال، هي بتلعب ايضا كمان دور كثير كبير. فهناك اسباب عديده ومتنوعه قد تكون بدافع تعويض النقص الذي هو لديه، قد يكون للانتقام من شخص اخر، معاملة الأهل للوالدين للطفل قد يكون لها مثلا التفرقة بين الأبناء بتلعب دور كثير كبير بهذا الموضوع. الغيرة من الطفل الآخر ممكن تجي الطفل إلى الكذب فقط لمجرد انتباه الوالدين.
فأسباب عديدة ومتنوعة لكن تتعدد بغرض الذي الطفل هو بحاجة له. تمام دكتورة، ذكرتي أنه في ممكن يبلش الكذب عند الطفل بعمر 5 سنين وممكن يكون بمراحل المدرسة، لكن اليوم في كتير من الأهالي بيحاولوا أنه يعالجوا هذا الكذب بالضرب أو بالتوبيخ. اليوم هل هي الطريقة صحيحة؟ أنه أنا بس ضربته عاقبته هو مرة تنتين ثلاثة ما بقى يكذب؟ لا، بس كمعلومة هلأ ما بيبدأ هو بسن 5 سنوات، هو يبدأ قبل ذلك، قبل كمان، قبل من 5 سنوات وما دون، لكن يبدأ بكذب بدون قصد بدون إرادة الطفل، لأنه هون الخيال هون هن عم يلعب، هو صديق الخيال للطفل، لسه صغير، أنه ما مو هي الكذب اللي تماما مو بقصد التضليل أو الخداع أو لفعل شيء، وإنما هون الخيال هو صديقه هون للطفل، بس هاي البوادر فينا نقول تماما. وأحيانا الخيال كتير بيكون مهم، وخاصة إذا الأهل عززوا فكرة الخيال عند الطفل، حاولوا على توليد الفكر الإبداعي عنده، لأنه الخيال هو عملية عقلية عليا بيحتمل وجود الشيء ونقيضه بآن واحد. فنحن كثير من الضروري من الأهل إذا وجدوا عند الطفل فعلا عنده خيال خصب، فيعزز هذا الشيء، بيساعده على توليد الأفكار الإبداعية، والأم إلى دور كثير بنمو المرحلة التي يمر فيها الطفل. ننتقل للشق الثاني، انه معالجه الضرب الاهل بالضرب، طبعا هذا أسوأ اسلوب ممكن الاهل يستخدموه مع الطفل. الاسره هي الخليه او المؤسسه الاولى بتشكيل شخصيه الطفل سواء كانت ايجابيه ام سلبيه، وخاصه بالخمس سنوات الاولى من عمر الطفل. انا اذا شفت ابني فعلا كذب انا ما بضربه لهذا الطفل، انا ما بنعته بالكذب امام الاخرين. هلق الاسلوب الصريح والواضح للاهل ان هن يكونوا قادرين اول شيء بالتفاهم مع هذا الطفل، الحديث برفق مع هذا الطفل، عدم نعته بالكذب امام زملائه، لانه هذا الشيء بده ياثر على شخصيه الطفل بالمقام الاول. قد يولد سلوك عدواني عند الطفل. ايضا لابد من قد يهدم الثقه بالنفس عند الطفل، فنحن لازم ننمي ثقه هذا الطفل بنفسه بتركيزه على الجوانب الايجابيه. انا ممكن احكي للطفل قصه عزز فيها قيمه الصدق عند الطفل من خلال القصص من خلال اللعب، لكن الابتعاد قدر الامكان عن الضرب او الانفعال الزائد عند سماع طفلهم يكذب بالمقام الاول. بالمقام الثاني الأهل بيلعبوا دور كتير بتعزيز الطفل عند قيامه بسلوك صادق. يعني مثلا أنا فيني أقول للطفل أنا أشعر بالسعادة أنك لا تخاف من كل من كلام كل ما يجري بداخلك. الطفل هون صار عنده حافز لأنه يحكي ليتكلم بأي شيء يخطر بذاته أو أي شيء يمر معه بحياته اليومية. أيضا ممكن أنا أحكي للطفل أنه أنا سعيد أيضا بطريقة سردك بتسلسل أحداث القصة. الأهل هن المقام الأول اللي بيساعدوا الطفل بعلاج هذه المشكلة. كثير من الأهل أنه أنا من هذا المنبر أنه استبدال أساليب المعاملة الوالدية القائمة على القسوي، القائمة على التدليل الزائد، القائمة على عدم أو قائمة على الإهمال، استبدالها بأساليب تربوية صحيحة قائمة على توفير الحاجات الأساسية للطفل اللي هو فعلا بيحتاج الحب، اللي بيحتاج الأمن، الأمان، حاجته للانتماء، توفير الحاجات الأساسية اللي هي حاجته إلى الأكل، الشرب، الملبس، كي لا يكذب لتعويض هذه الأشياء بأشياء أخرى. فالأهل هن الأساس بكل خطوة، أو نحن لمعرفة حتى إذا بنعرف عندما مثلا الطفل يكذب كما ذكرت الأسباب، السبب هو كتير مهم نحن لنعالج الطفل. أنا كتير من الأمهات إذا تأتيني مثلا أنه شو علاج ابني كتير عم يكذب، نحن لا نستطيع أن نعالج إلا إذا عرفنا السبب. هي الخطوة الأولى بالعلاج. وطبعا وهن الأهل بالمقام الأول هن الأساس بتربية الطفل وبأساليب معاملتهم للطفل. ثم تأتي المدرسة بالمقام الثاني. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن فكرة كثير مهمة اليوم، دور الأسرة والمدرسة هو دور متكامل دائما، ولكن إذا كانت المشكلة أصلا عند الأسرة، يعني مثل ما حضرتك حكيتي بعض التصرفات وطريقة التربية أو المعاملة الوالدية ما كانت ناجحة، أوقات كثير الأهل بيرفضوا يغيروا، بيقولوا نحن هيك تربينا، هيك تعلمنا، بده يصير مثلنا بس يكبر، مع العلم أنه هذا الشيء بيكون كثير صعب على المدرسة أو الاختصاص النفسي. بشو بتنصحي بهي الحالة؟ هلا بهي الحاله نحن لما الاهل بيعززوا عن هالشيء، انا بحاول قدر الامكان
الذهاب لمختص نفسي. هلا كثير من الاهل بيحاجوا انه بيواجهوا صعوبه انه مختص نفسي يساعدهم بهذا الموضوع، انه مشان ما يحكوا عنه الناس انه هن انه يتصلون على مختص نفسي تماما، الدكتور عادي تماما. هي هالفكره اللي لسه في اغلب من العالم ما عم تستوعبها او ما عم بتقدر انها تتقبلها تماما. انا بحكي اذا لما بشوف الاهل هيك، انا من الضروري الام هي كأم تحكي مع المرشد النفسي بالمدرسة. لما الأم تحكي مع المرشد النفسي بالمدرسة هنا طبعا يصبح هناك تواصل، بس بالمقام الأول بده يكون في تقبل من قبل الأهل الذهاب للمرشد النفسي بالمدرسة، إنه هن يتقبلوا إنه يساعد ابنه بهذه المشكلة. لما أنا الأهل هن أصبحوا قادرين ومتقبلين بالمقام الأول إنه هن جاهزين لمساعدة الطفل بحل مشكلة الكذب وتغيير الأساليب المعاملة الولدية أيضا، هنا أصبح دور المرشد النفسي. المرشد النفسي عندما تصبح المقام عند الموضوع عند المرشد النفسي، عقد ندوات لمساعدة هذا الطفل، عقد ندوات تخص بتعزز قيمة الصدق، سواء كان في اسمه بالإرشاد توجيه جمعي، يعني نحن بنعطي مفهوم الصدق أمثلة وقصص عليه لجميع الطلاب. قد يكون هناك حالات فردية لمشكلة الكذب، ممكن أن يتناول ذلك بالإرشاد الفردي للطفل. هون طبعاً الإرشاد الفردي بده يتاخذ معلومات كاملة عن الطفل من قبل الوالدين، بده يتم في متابعة من قبل المرشد النفسي عن مشكلة الكذب عند الطفل والسبب الذي أدى إليه، يعني بيتم المعالجة من خلال السبب الذي أدى للمشكلة، ومن ثم عقد ندوة مع أولياء الأمور حول أساليب المعاملة الوالدية التي المفترض أن كيف يتعاملوا فيها مع الطفل. هلأ كثير أنا بسمع من الأهل أنه الدلال أنه أنا كثير مدلل ابني وما فيني أرفض له طلب وهو ابني الوحيد. طبعا هذا الشيء هو مثل ما القسوة بتعمل تشكيل شخصية سلبية عند الطفل، أيضا الدلال الزائد بيشكل شخصية سلبية عند الطفل. بده يكون الأهل كأب وأم هم متعاونين بالمقام الأول بتغيير سلوك الطفل، ومن ثم يأتي عنا دور المدرسة اللي هو مكمل لدور المنزل طبعا، وأيضا المعلمين ليس فقط المرشد النفسي وإنما أيضا المعلمين يكونون قدوة صالحة أمام الطفل بصدق سلوك أمام الآخرين، لأن الطفل هو أيضا سيقلد سلوك المعلم. أيضا أنصح المعلمين عدم السخرية أو عدم ذم الطالب الذي يكذب، وإنما أنا ممكن أحكي قصة لهذا الطفل عزز عنده قيمة الصدق. أن لما بشوف المشكلة تكررت أكثر من مرة، خاصة المعلمين لما إنه بواجه المشكلة تكررت أكثر من مرة، أنا فيني استعيد للمرشد النفسي، والمرشد النفسي هو بيعمل حالات فردية أو بيسوي حالات فردية مع هذا الطفل للعلاج أو تخطي هذه المشكلة تلافياً لحدوث مشكلات فيما بعد. تمام دكتورة. كثير من الأهالي بيكتشفوا ممكن هذا الطفل ما يكون يكذب بكل مراحله يعني، لكن بمرحلة المراهقة بيكتشفوا أنه هذا الولد بلش يكذب، هون التعامل معه صعب بشكل عام، التعامل مع المراهق صعب، وسلوكه أسلوبه كيف بدنا نغيره أو كيف بدنا نعالجه من هي الحالة كثير صعبة. اليوم المراهق وقت ببلش يكذب كيف الأهل رح يتعامل معه؟ انت حكيتي فترة مراهقة، المراهقة هي فترة تغيرات كبيرة على الجسم، يعني تغيرات نفسية فيزيولوجية عقلية، دائما في هناك نمو عقلي وخاصة بمرحلة المراهقة نمو عقلي كامل عنده أصبح، فهون قد يكذب بحب إثبات ذاته. هناك أمور لإثبات ذاته أمام الآخرين، ممكن أيضا لتعويض الشعور بالنقص، ليس فقط الأطفال يكون عندهم شعور بالنقص، ممكن هذا المراهق عنده شعور بالنقص، ممكن لا يخبي شيء عن أهله تماما تماما. هو هذا إما لتجنب العقاب أو لتلافي حدوث مشكلة أخرى، هو قد فعل هذا السلوك الخاطئ لكن يخاف من أن يتكلم به فيلجأ إلى الكذب لتلافي هذا السلوك. فنحن بنرجع لتربية الأسرة الأولية بعملية الحديث مع الطفل. الأسرة لازم من البداية وعمر الطفل صغير تعويده على التعبير عن أفكاره بحرية دون خوف دون قلق دون توتر، لأنه هذا الشيء سيستمر معه إلى مرحلة المراهقة. فهذا المراهق اللي أصبح لديه الكذب في مرحلة المراهقة هنا أصبح لإثبات ذاته لتعويض الشعور بالنقص لديه، غير قادر على بث أفكاره أو تعديل أفكاره أو
إخبار أهله عن ما يجول في فكره خوفه من العقاب. فالأهل لو معودين الطفل منذ الصغر على التعبير عن أفكاره بكل حرية لما أصبح بمرحلة المراهقة يتبع نوع من أنواع الكذب، ولكن قد يكون بفقر بقصد التفاخر ليس بقصد الكذب أمام التفاخر أمام زملائه بالمناسبات الاجتماعية، أنه مثلا أهله عندهم سيارة لزميله هو ما عنده، هلق ممكن يتفاخر بهذا الشيء. فبترجع أيضا لأسلوب تعامل الأهل مع الطفل منذ الصغر وطبعا لأنه هذا سيستمر معه ما بعد المراهقة وما بعد أيضا. أكيد يعني الموضوع اليوم كتير مهم، ونحن مشكلة الكذب هي مشكلة واحدة ممكن يعاني منها الأهل مع سلوك أطفالهم، ولكن هي مشاكل متعددة تبدأ بتصرفات بسيطة وتنتهي بتصرفات خطيرة. حضرتك ذكرتي أنه إذا ما انحلت مشكلة الكذب اللي هي أصلاً تحتاج لسنوات يمكن طويلة من حلها إذا تحدد شو نوع الكذب اللي عم بيعاني منه، رح تؤدي لمشاكل أخطر على سلوك الطفل لما يكبر. شو بعض هاي المشاكل ممكن تكون؟ هلأ ممكن تؤدي عنا إلى العدوان عند الطفل، ممكن يصبح عنده سلوك عدواني. هلا اذا كان الطفل مرافق اصحاب سوء ممكن انه هذا الشيء اللي كذب ممكن يسرق لحالات الانحراف طبعا ممكن لان أخطر. تماما لانه نحن لما بنوصل بالشخص لمرحله الكذب بمراحل متقدمه هنا اصبح عند الطفل هون اصبح يخاف من موضوع ما او من مشكله ما، فهون اصبح عنده سلوك قد يكون بيتطبع عنده سلوك الأنانية، ممكن يتطبع عنده السلوك العدواني، فهناك مشكلات عديدة ممكن أن تصل إلى الطفل، ومنها أيضا كما ذكرنا أن يوصل لحالة الكذب المرضي أنه أصبح كل شيء يقال في حياته كذب، لا يستطيع الطرف الآخر أن يميز بين ما هو واقعي وبين ما هو غير واقعي. تمام، يعني نصائح هيك أخيرة بشكل مختصر، أكيد قدمتي لنا كثير من المعلومات والنصائح للأهالي كيف يتعاملوا اليوم مع أهلهم. طبعا أول بالمقام الأول أن يكونوا قدوة أمام أطفالهم، قدوة صالحة باتباع السلوكيات الجيدة، أساليب معاملة والدية تتسم بالمحبة بالرعاية بالاهتمام، الابتعاد عن القسوة في التعامل، دائما توفير الحاجات الأساسية للطفل من مأكل مشرب وملبس، الابتعاد عن ضرب الطفل قدر الإمكان حتى الابتعاد نهائيا عن ضرب الطفل لتكوين والدلال الزائد اللي ذكرتي والدلال الزائد أكيد طبعا بالمقام الأول الدلال الزائد. دائما نحن بنحاول او للاسره ان توفر للطفل كافه مقومات الحياه من حاجات، من حاجته للامن للامان، حاجته لانه منتمي فعلا للانتماء الى الاسره، استخدام اساليب لا القسوه الزائده ولا التسامح الزائد، لكن هناك يكون اسلوب متوازن في المعامله بين الاهل، ودائما يحاولوا او قدر الامكان السماح لهذا الطفل بيعبر عن افكاره بكل اريحيه بدون خوف بدون رقابه، دائما تعزيزه وتحفيزه وتشجيعه، فهذا الشيء اكيد راح يؤدي لبناء شخصيه ايجابيه قادره على مواجهه ضغوط الحياه في المجتمع. اكيد بالختام نشكرك دكتوره على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى من الجميع انه دائما ينتبه على السلوكيات والمؤشرات الصغيره اللي ممكن هن يعتبروها انه مشكله بسيطه ولكن هي فعلا مشاكل جذريه ممكن تاثر بسلوك ابنائنا بالمستقبل. شكرا لوجودك. شكرا لك دكتوره على المعلومات اللي قدمتيها. يعطيكم الف عافيه.